نحترموا البلدان الاخرى. نقول لك كيفاش ممكن تجي تكلمني على الكوليس. المنافس الاول للجزائر هو المغرب. هكذا قلت لك انايا ما لازمش نخرجوا من الاطار الرياضي هكذا كيدخلوا في المتاهات ماشي مليحه لينا. حنا عندنا ملف قوي قلت لك الجزائر عندها حضور ملف ثقيل وكبيره. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد على بركة الله. هيا بنا إلى المونديال على بركة الله. ندوز الأول فيديو، شوفوا الفيديو اللي صيفطتو عاود كي دايرين. أنا نخدموا مصالح تاع الجزائر. أنا إن شاء الله نتمنى الفريق الوطني يفوز بالتنظيم هكذا، ولا ما فزناش بالتنظيم إن شاء الله بوركوا با نروحوا للمغرب إن شاء الله نفوزوا بلاكوب دافريك من المغرب إن شاء الله بربي. إيش كيقول هذاك؟ إن شاء الله بربي. واخا كيكت المعزوز يا صاحبي ما عرفتش كتحس بيه معقول، كتحس بيه كيقول الحقيقه. واخا هذيك ما كنشوفش تقدروا تديو كاس افريقيا في المغرب. ولكن ليطا ديسبلي لازم نتعلموه. عندنا فريق وطني كبير، انا كجزائري نتمنى، ولكن ولا ما فزناش بها ماشي نهايه العالم. سي با لا فان دي موند. انا ما انا كي نشوف الجيري ما داتهاش ودادها نوتر بيانا جو سوي سور الماتش يتلعب اونتر سبورتيفمون ان شاء الله بكل روح رياضيه اونتر لو ماروك الى الجيري هكذا ان شاء الله. بالك 2025 مكتوب كلك بار نروحوا للماروك ونفوز بكاس افريقيا هنا في المغرب. انا نخدموا مصالح عبد المعزوزي مسكين. شي من راس كيبان لي انه قبيلي حر، يعني عنده علاقه زوينه مع المغرب وكيدفعوه باش انه يعادي المغرب ما كيبغيش، وبعض المرات كيطيح في الفخ. ندوزوا الفيديو اخر. ما اخويا ما كنعرفش الجزائر شناهي انا كاع نهائيا، كنعرف المغرب اللي كاين. هذا كيمثلني هذا. كاين شي وحدين مازال شي بالحاسه شي الحاسه مازال كيلحسوهم، وتنبين لكم الدليل من مورا هذا الفيديو. هذا الشيء حنا ما بغيتش تفهم لينا، حنا كاع ما دايرينهم في بالنا، ما معبرينهمش كانهم ما موجودينش اصلا. هما دايرين في بالنا، انا بغيت نفهم هادي علاش فيما كتنوض كتدخل شي باج فيسبوك ابسط مثال انت مغربيه في ساعه كيدوروا في المعيار، ما نحن اللي ما نعيروهم. ليش باش عرفهم قوم سوفاج مأدبينش داك الشيء اش كيديروا هكذا دايرين في بالهم مصروطينش لهم بالعربيه الحسد والسم والغيره. هادي مغربيه حره هادي حتى هما ما وصلوش داك الشيء حنا وصلنا ليه، باقي مبتدئين باقي العقليه رجعيه. الظروف اللي عايشين فيها دابا ما حنايا مع الجزائر هما اصلا حنا عقده اليوم. كلشي واضح كلشي باين اللي بغى يتخبى من ايامات فاش دخل عليهم الحسن الثاني باقا عقده هذيك ما تسرقاتش اليوم. علاش دخلنا لهم حتى الوهران وهذه وكذا عما راه كان نستعمروا ديالهم تما. الصراحه تقال هذه هي الهضره اللي خصني نقول لك من الاخر ما كرهناش شي حرب اخرى تعاودنا. هذا بغى يبرد غدايدو. دوز الفيديو اخر. يهضروا على النيجيريا كأن النيجيريا لعبتها وحدها ولا لعبت مع اللي فوطو. سمعتي جزائري حرج قال لك البلاطو ديالهم كلشي عاقبهم قال لك يهضروا على نيجيريا خسرت بحال اللي نيجيريا لعبت مع الخوا. سمع يهضروا على النيجيريا كأن النيجيريا لعبتها وحدها ولا لعبت مع اللي فوطو. كارثة ما هضروا على المغرب كان نيجيريا يهضروا هذاك اللاعب تاع نيجيريا والله الله يبارك هذاك كيهضروا على اللعبه النيجيري عطيك رويال فريق نيجيري سجل ما قالوش باللي سجل المنتخب المغربي عطيك رويال تهبل محمد من مستغانم سي محمد. لا حول ولا قوه الا بالله. شتي فين وصلوا الصحافه الجزائريه اللي ولات كتهضر غير على هذاك بحال اللي لاعبين بوحدو. هادشي ما تلقاش في المغرب ما تلقاش. دوز الفيديو اخر. ركز معايا دابا مزيان. الله يحفظك. ركز معايا مزيان. مغربيه ما غاديش نقدر نقول لك لا تمثل المغربيه الحره مو مغربيه هادي ما على بال ما في خبرها ما يتعاود طالع مع كرغولي دايرين التحدي. شوف اش غادي يوقع راه غلبها في التحدي. شوف قولي لي هنا التحدي للناس اللي ما فاهمش لان الاغلبيه اللي كيتفرجوا فيا ناس كبار. تحيه لكم من هذا المنبر. واحد شحال واحد تواصل معايا قال لي راه الوليد كندخل كنلقى كيتفرج فيك. تحيه لكم من هذا المنبر. هذا التيك توك
كيربحوا فيه الفلوس، كيديروا تحدي. نشرح دابا للكبار اما الصغار ولي جون، اللي جون راه عارفين اش كاين. كيديروا تحدي يعني كيتلقوا تحدي والناس كيصيفطوا لهم الهدايا، دوك الهدايا فلوس كيتصرفوا فلوس، فهمتي؟ واللي خسر كيدير كيحكم عليه الاخر، بحال هذيك الحكيم في شحال هذه في الصغر كتلعب، اللي خسر كيحكم عليه اللي غلب. يعني كتحكي داكشي باش كتدخل في تيك توك كتلقى واحد هرس على راسو بيضه، واحد داير الفورس، واحد كذا، واحد هذا، يعني هذوك هما الاحكام. وفي الواقع راه غير الفلوس اللي بغاو، ما كاين لا احكام. ولكن شوف هذا الجزائري باش حكم على المغربيه، انا كنقول لكم المغربيه الله يهديكم، رفعوا الدرابو، ما تطيحوش الدرابو، كونوا احرار، ما تطلعوش كاع لايف مع الكرغولي، ما نطلعش معاه، خليونا حنا نطلعوا باش الا هضر نجاوبوا في البلاصه نجاوبوا. اسمع سكتي اخوتك طويشيه تفدوا الحكم برك الحكم. شوف طويشيه انت باش نعطي لها حكم شباب، نعطي لها حكم شباب. راسكي باش عبد، انا كي باش عبد. ها الحكم سمعني هذا ماك عين 300 ها سجلوها لازم. قولي لي تحياتي او عندي هنايا او عندي معايا واحد هنا يحب هذا، نحبه ونشتي هذا السيد. تحياتي لابراهيم غالي. تحياتنا لابراهيم غالي. لا ثلاث خطرات لازم، ثلاث خطرات اختي. تحياتنا لابراهيم غالي من عند ناس المغرب. شكرا اختي العزيزه ونتشرف بك. الله يكبر بك. شتي الغل ديالو، شتي فين بغى يوصل. ها مناش كنقول لكم ما تطلعوش مع الكراغ، ها باش كنقول لكم ما تطلعوش مع الكراغ. لا ودا قال لي تحيه للربعه د اللحم. مرحبا بك، نتلاقاو ان شاء الله فرصه اخرى. ان شاء الله انا ندير لك فولو. هذا الفيديو وصلوه ليها اللي كيعرف الحساب ديال هذا، وصلوا لهذا المقطع ولا فيديو كامل وهي تشد هذا المقطع هذا. واش عارفه اش درت هذه؟ واش عارفه اش درت؟ عارفه اش قالت؟ واخا داكشي ما كيأثرش، داكشي راه غير هضره وكلام. الربعه د اللحم كيبقى الربعه د اللحم، البوليخاريو كيبقاو البوليخاريو، ما عندهم ما يصوروا معنا. لكن شوف الكرغولي فين بغى يوصل. شتي الكرغولي وغلبو انت وقول لي قول الصحراء مغربيه واخا بعيده عليه. انت دابا راه بغيت تقسم البلاد ديال هاد السيده، غير هادي دمدومه ما فاهمش، ما عارفاش للاسف ما عارفاش اش واقع كاع. غير غاديه كتشوف هي غير دوك السبوعه والورد ديال التيك توك وضحك عليا. اما انت دابا غادي تقول الجزائري يقول الصحراء المغربيه كبعيد عليه. اما هذه الى رفضات باش تقول تحيه لهذا الربعه ديال اللحم، يعني انها رفضات تقسم، راك بغيتي تقسم بلادها. ولكن انت ملي نقول لك قول الصحراء المغربيه وهي بعيده ما عندك علاقه بها وما كتبغيش تقولها للاسف. صلوا على الفيديو قول لها ديري عقلك راه عزوزي على بالي. راه القانون لا يحمي المغفلين. ماشي القانون لا يحمي المغفلين، راه الواقع لا يحمي المغفلين، ماشي غير القانون. طلع كرغولي باش انه يقسم بلادك باش يوصل ميساج سياسي وانت حلا فمك تما كاكاكا. شوف كيعجبوني شي مغربيات حارات عارفين اش واقع. كرغولي كاع ما يطلعوش معاه، طلع مع مغربي يدير تحدي، طلع مع اي واحد في العالم. ولكن الكرغولي راه الا طلع معاك راه بغى انه يشوهك وبغى انه يقسم بلادك، بغى انه يوصل ميساج. هذه وجهه نظر ديالي، ما عجبتوش يبدا يطلع مع الكراكل. مصمم انت تنتظر يعني لكي اعطي لك الفرصه الاخر للرد يعني على حفيظ الراجل الذي قال ان الجزائر لن تاخذ شرف تنظيم كان 2015. شوف تعرفني الاخ عبد الفضل، انا ما نحبش لهم هذا كوليس، انا ما نعملش به وما نحبوش. لازم نشوف نحبوا الجزائر لازم. الله ينالك. عندك القبائل رجال، اسمع هذا القبائلي، اسمع نحترموا البلدان الاخرى. نقول لك كيفاش، كنت كتكلمني على الكوليس. المنافس الاول للجزائر هو المغرب. هكذا قلت لك انايا، ما لازمش نخرجوا من الاطار الرياضي هكذا، كندخلوا في المتاهات ماشي مليحه لينا. حنا عندنا ملف قوي، قلت لك الجزائر عندها حضور ملف ثقيل كبيره باش تحتضن. كي نتكلموا لي كوليس، انا صافي غدوها ولا فازت المغرب سي تي سيربريز جو بوز لا كيسيون. عندها مجاهد كيما الجزائر، دونك ايل اورغانيزي لا كوب دي موند دي كلوب تروا فوا. لالجيري ايل اورغانيزي الشان، ايل اورغانيزي لي جو ميديترانيا. دونك كي تكون منافسه بين دو بيي كي اون دي غروز انفراستركتور سبورتيف، ملي حال كره القدم الجزائريه الافريقيه دونك رانا نطوروا. عندك واحد الوقت حنا مع لاغيني، نحن يعني لازم نفوزوا بها. لا ايه نقول كيفاش نفوزوا. حنا مع لاغيني، مع الكابون خسرنا. شفت رحت لكابو، ما كان والو، والجيري ما دادهاش،
دونك هذا حافظ الرجي على ليبوك ما سمعناش والله ما سمعته في 2017 كان يدافع على الوراوة من حقه يدافع على الوراوة ما مرقري الهزائي مرقري الإخفاقات اليوم عاود ولا عاود ولا قال لك 2025 هذا دابا راه ما كيحملوش يخلص لنا اخر هذا الفيديو هذا ما كيحملوش لانه كيدافع ما كيقول الحقيقه ماشي كيدافع على المغرب ونرجعوا نقول لكم ايها المغربيات ما تطلعوش مع الكراغل راه كيحاولوا يشوهوا الصوره ديال بلادكم الا عندكم غيره على البلاد وصلنا اخر هذا الفيديو شكرا بزاف السلام عليكم واعطيوني الحريره والخبز خور وشي شويه ديال اتاي راكي درتي ليا انت القرون